الثقة في النفس هي أهم الركائز في حياة الإنسان، والثقة دائما كانت مربوطة بالكفاءة. أصلا الثقة في النفس أصلها الكفاءة، يعني باش تكون عندك ثقة كبيرة في نفسك خاص تكون عندك كفاءة كبيرة. فمثلا الطبخ، إذا كانت عندك الكفاءة في الطبخ غادي تدخل الكوزينة بكل ثقة على أنك قادر تدير أطباق شهية وأطباق اللي غادي تعجب الناس. أو لا مثلا في السباحة، إذا كانت عندك الكفاءة كتلاح في الماء بكل ثقة، أما إذا ما كنتيش كتعرف تعوم فما يمكنش غادي تلاح في الماء. فاليوم غادي نهضروا على الثقة والكفاءة، العلاقات اللي بيناتهم وكيفاش وحدة مربوطة بالأخرى، وكيفاش الإنسان غادي يكتسب الثقة ديالو ويكتسب الكفاءة ديالو بطريقة ما. خليكم معنا. فالكفاءة تعني أن الإنسان قادر على إتقان شيء، والثقة هي أن الإنسان قادر على أنه يمشي تجاه الحاجة اللي بغي يديرها. مثلا سمعتي على عالم الروبوتيك، كل شيء كيهضر على الروبوتيك، كل شيء كيهضر على أن عندها مستقبل كبير وأنها غادي تعوض الإنسان في بزاف ديال المجالات. فقررتي واحد النهار أنك غادي تمشي لعالم ديال الروبوتيك، وكل الثقة على أنك تقدر تعطي في ذاك المجال. ولكن فاش كنهضروا على الثقة هنايا، أنت ما عندكش كفاءة، عندك ثقة على أنك تقدر تعطي في ذاك المجال، فلهذا اتجهتي ليه باش تكتسب ديك الكفاءة اللي غادي تطلع الثقة ديالك ديال واحد النهار غادي تصاوب ان روبو. فاش كدير كتبدا لا فورماسيون، كتمشي لديك لفورماسيون، كتاخد الدرس الأول الثاني الثالث الرابع اللي حتى كدوز واحد المدة كبيرة كتكتسب واحد الكفاءة. فاش كتهضر مع شي واحد كيقول لك واش قاد دير روبو، كتقول اه قاد نصوب روبو. علاش؟ حيت خديتي الكفاءة، فهنا ولات عندك ثقة 100%. كانت عندك ثقة في الأول ديال واحد 10%، حيت انت كتظن على انك مديور لذاك المجال هذاك وانك تقدر تعطي فيه. ولكن فاش خديتي ديك الكفاءة هي اللي طلعت نسبة الثقة ديالك وليتي قادر على انك تنتج واحد الروبو. اولا كيف ما كان وقع لكم قبل ما تسوقوا الطوموبيل، قبل ما تاخذوا البيرمي دو كوندوير، كان ديما عندكم ديك الفوبيا ديال كيفاش غنسوق الطوموبيل، كي غادي ندير، واش نقدر نحركها، كنت غادي كيفاش غنفريني. هاد الفوبيا هذه فوقاش كتبدا تحيد نهار كتقرر انك تمشي تتعلم كيفاش تسوق. فكتبدا الدروس ديال السياقه ديالك شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه، حتى كتبدا تكتسب الكفاءه اللي كتولي عندك ثقه على انك تقدر تاخذ الطوموبيل بوحدك وتمشي. فشويه كتكون كتسوق في طريق خاويه، شويه كتدخل سيركيلاسيون نورمال، شويه كتزعم انك تدخل لوتوروت، وهاد الثقه ديالك صافي اكتسبتي ثقه على انك واحد دابا كيف ما كتشوفوا حنا في الصباح كتنوض كدير الطوموبيل كتزيد، حيت الثقه كاينه. وهاد الثقه علاش كاينه؟ حيت ديجا كاينه الكفاءه. كل هالمجالات كيف ما بغات تكون ضروري كيخصها تمارين. انا فاش كنقولوا تمارين كنقولوا كفاءه، كنقولوا ثقه. باش تولي كتكلم واحد اللغه معينه كيخصك دير تمارين، تعلمها، تبحث، تسمع، تشوف، تقرا على ديك اللغه باش كتولي كتكلمها. بغيتي تولي سباح ماهر ضروري كتبدا دروس ديال السباحه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه حتى توصل انك تولي سباح. بغيتي تنازل شي بطل من ابطال العالم في المصارعه كيخصك تريني، كيخصك تجري، كيخصك دير تمارين رياضيه، حمل الاثقال، و و و الى غير ذلك. فالمجالات كلها كيف ما بغات تكون الانسان ما كيتزادش بكفاءات عاليه، ولكن كيتزاد بروت. كيخصو يتعلم، كيخصو يتمرن باش يكتسب كفاءه، باش يكتسب ثقه. وكاين عندنا حنا شخصيا بزاف ديال الحوايج ما كنكونوش مزيانين فيها. علاش؟ حيت ما تدربناش فيها بزاف، ما خديناش فيها بزاف ديال الوقت. ولكن نكون على يقين اي حاجه انت ناقص فيها الا ركزتي عليها ودربتي عليها وتمرنتي عليها كتطلع الكفاءه ديالك، كتولي مخير فيها. علاش؟ حيت تدربتي وتمرنتي وقفتي على المتطلبات ديالها. حتى واحد ما كيتزاد سباح ماهر اولا طباخ ماهر اولا سائق ماهر، فكلنا كنتعلموا. وطبيعي ان الانسان كيكون مزيان في بعض المجالات ونقص مجالات اخرى، لان الانسان كيبقى انسان. ما يمكنش تكون ممتاز في كل المجالات وعندك كفاءة عالية في كل المجالات، فهذيك كترجع لأشياء شخصية. كاين حوايج انت اللي كتبغيها فكتعطي فيها كتطور فيها، وكاين حوايج اللي ما خاطرك كيهرب منها ما كتعلمهاش. وهذا يعني سر الحياة. ان ما يمكنش حنا كلنا نكونوا دي كونطابل وكلنا نكونوا دي مهندسين وكلنا نكونوا اطباء، فكل واحد كيمشي للمجال اللي كيبغيه والمجال اللي عطى فيه والمجال اللي كيشوف راسه قاد يبدع فيه. وهنا غادي نهضروا على حاجه مهمه اللي خصكم تردوا لها البال كاملين، سواء كنتوا دي بروفيسيونيل سواء كنتوا متخصصين، وان هذه الكفاءه ديال كيف ما بغات تكون فمع الوقت كتنزل. فإلا رديتوا البال، بعض المرات كتكون كتهضر واحد اللغه، كتكون مثلا تتقن اللغه الانجليزيه ما كتهضرهاش مده ديال سنين، فاش كتولي تهضر بها كتلقى راسك تراجع المستوى ديالك فيها. علاش؟ انا ما طورتيش، ما تمرنتيش. والانسان راه جاي من النسيان، راه كينسى. وهذه المساله هذه كتنطبق على جميع الميادين. علاش ديما كنلقاو ان لا فورماسيون كونتينيو او التدريب المستمر او التكوين المستمر كاين في بزاف المجالات؟ فهو ما كاينش عبطا، ولكن لان عارفين ان الانسان كيتراجع بسبب العمر، بسبب النسيان،
بسبب الانشغال، بلان كيتزادوا عنده ولاد، كتكثر المشاغل ديالو، فما كيبقاش داك المستوى ديال الكفاءه عالي. علاش؟ هذا كيقولوا الانسان كيخصو ضروري ديما يقرا، ديما يطور، ديما يسول على المستجدات اللي كاينه في المجال باش الكفاءه ديالو كتبقى عاليه وكتبقى في المستوى وكتبقى اجور. وهنا فاش كنهضروا على التكوين المستمر كنهضروا على الوقت. فالانسان عامه كل ما دوز في شي مجال ولا في شي ماده ولا في شي تخصص وقت اكثر، كل ما كانت الكفاءه ديالو عاليه. فالكفاءه مربوطه بالوقت، اكثر الوقت دوزتي في شي حاجه اكثر هذيك الحاجه كتكون بيرفورمون فيها وكتكون كفء فيها. فالانسان اللي كتلقاه مثلا لاعب احترافي في كره القدم راه كيدير غير كره القدم، الخدمه ديالو هي هذه، كيفيق الصباح عنده تدريب، كيتغدى عنده تدريب، العشيه عنده تدريب، يعني هذيك هي خدمته. الطبيب راه كتلقاه في الطب 8 سوايع 10 سوايع 12 ساعه يوميا، سي نورمال انه يكون كفء في المجال ديالو. فاي حاجه كنتي ناقص فيها كتعطيها اكثر ديال الوقت، الكفاءه ديالك كتطلع فيها. والعكس صحيح، الحاجه كل ما معطيتيهاش الوقت كل ما كتنساها، كل ما الكفاءه ديالك فيها كتهبط. وكاينه حاجه اخرى اللي هي الخوف، المجهول. يعني ديما كنلقاو باللي الحاجه اللي ما كنعرفوا عليها حتى حاجه ديما كنخافوا منها. علاش؟ لان يعني ما اكتشفناهاش، ما دخلناش وسطها باش نعرفوا شنو هي. وكل ما انك بقيتي كتخاف منها كل ما عندكش ثقه فيها، كل ما عندكش كفاءه فيها. فديما فاش كنكتشفوا الحاجه وندخلوا للعمق ديالها كنكتشفوها اولا، كنتعلموا حوايج عليها، تطلع الكفاءه ديالنا، كترجع الثقه ديالنا فيها، وكيتحيد الخوف. لان كيف ما كتعرفوا كتكون واحد الحاجه مجهوله فكتقول لراسك ولا كتقول للانسان اللي معاك انا هذيك ما عمر غادي نتعلمها. ولكن فاش كدير الخطوه الاولى كتقول ممكن نديرها، كدير الخطوه الثانيه كتقول ما كانش كيسحبني هي دير هكا، الخطوه الثالثه عادي، يعني حاجه عاديه غنديرها كما درت الحوايج الاخرى، الخطوه الرابعه كتولي كانت سهله غير انا اللي كنت غلط. فهنا كنشوفوا باللي ديما الحاجه فاش كتكون بعيده علينا فكنجهلوا عليها بزاف ديال الحوايج، داكشي علاش ما كنمشيولهاش، حيت كاين واحد الخوف. فكاين بزاف ديال الناس اللي كيكونوا ضايرين بكم كيستغربوا على قوه الثقه بالنفس اللي عندكم، بلا ما يعرفوا باللي هاد الثقه هادي راه خدات بزاف ديال الوقت، خدات بزاف ديال الجهد، خدات بزاف ديال المعاناه، خدات بزاف ديال المغامره. كيسحبهم بلي هاد الثقه انت غير بين ليله وضحاها جيتي وخرجتي ولات عندك ثقه وتلاحيتي في ليزافيريتو، ولكن كيجهلوا بلي ان وراء هاد الثقه هادي راه كاين بزاف ديال الوقت اللي تخسر، كاين بزاف ديال الكفاءه اللي دارت باش وصل الانسان لهاد المستوى هذا ديال الثقه. واليوم بغيت نعرف شنو المستوى ديال الثقه اللي وصلتي له انت، وشنو الصعوبات اللي عانيتو منها. واذا كان ممكن خليو لنا دي كومونتير باش نستافدوا مع بعض وربما نطلعوا بمواضيع مهمه اللي غتفيدنا حنا وتفيد ناس اخرى في حلقات جايه. تحياتي.